أعرف عن عبد الله مبارك مثل ما يعرف كل أهل الكويت. رجل شهم، فارس، كريم، معطاء، بهية طلعة، كان طلعته بهية، جميل، رجل حكم قوي، عادل، حازم، ما كان يخاف بالحق لو ما تلائم، كان يعاقب أقرب الناس له، وكان يحافظ على هيبة الحكم وهيبة البلد. فكانت حقيقة هذه الأشياء التي نعرفها عن عبد الله مبارك ويعرفها الكويتيين عنه. كان يحب الفقراء، يساعد الفقراء، يساعد المحتاجين، يحب العرب جدا، كان يقربهم إليه سواء في مجالسه أو كان في العمل أو صداقاته. فهذه الصورة المبسطة عن هذا الرجل العظيم.